السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مع بعض برنامج اسمه سايب بلامينج سولار سيستم، وده هيخلينا نعمل السولار سيستم. طيب دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي هنا ونقول له انا عايز اضيف سولار ثيرمال كوليكتور. فبيقول لي اختار بقى السولار ثيرمال كوليكتور اللي انت عايزه، وهنا النمبر اوف كوليكشن والمواصفات اللي انت عايزها. وبعد كده ممكن تقول accept، وتقدر تضيفه في المكان اللي انت عايزه، وتقدر تعمل له rotation زي ما انت عايز. وهو المتوقف عليه بيبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها بالشكل دوت اهو. وتقدر ان انت تضيف برضه solar thermal collector with storage tank. accept. لو انت عايز توصل بايب، عندك هنا الهوريزونتال بايب والفيرتيكال بايب. بيقول لك اختار بقى الديامتر والتمبريتشر والجروس فلو، كل المعلومات اللي انت عايزها. شوف بقى انت عايز توصل منين. خلصت توصيل، هتدوس رايت كليك، يبدأ يعمل لك البايب. وبعد كده عايز تعمل بقى كالكوليتر، تقدر تعمل كالكوليتر، تقدر تعمل تقول له انا عايز جرافيكال اناليسيس اوف ذا ريزولت، وتقدر تشوف البيلف كوانتيتي مثلا حسب الفلو. البيلف كوانتيتي هي تبدأ يجيب لك حصر كل عصر انت استخدمتها في المشروع. كل ما تعمل سيلكت على حاجة يبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها. وبرضه كذلك هنا لما بتقف على اي عنصر بيبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بيها. تقدر تشوف بقى كوست داتابيس، المابينج، السيرتيفيكيت، الجنرال بارامتر،